دكتور لكيشة ماثيوز، بتشكر أحمد مصطفى جدا على وجودها في مصر، وإن هي شرفتنا من ساعة ما جت وهي منبهرة بأسوان ومنبهرة بالروح الجميلة اللي موجودة عندنا بصراحة. الآن مع المهندس أحمد مصطفى كمال، رئيس المؤتمر العربي للتطوير المهني ورئيس لجنة العلاقات الدولية بالهيئة القومية للتطوير المهني بأمريكا، والتي تبنت فكرة العمل مع المجتمع العربي بداية من المؤتمر. وفي شوية تايتلز كتيرة كده لو أخذنا فيها وقت والله مش هيكفينا الوقت بتاع المؤتمر كله، فأهلا بك يا باشمهندس أحمد. شكرا يا راندا، أهلا وسهلا بحضركم. الحقيقة وأنا بجهز للكلمة المفروض أن أقولها ومفروض أنها في حدود 20 دقيقة، ما أعرفش هقدر أضبطها في 20 دقيقة ولا لأ، قعدت أفكر كتير قوي أن قد إيه هيبقى سهل بالنسبة لي أن أنا أتكلم في مؤتمر عن التطوير المهني بالعربي، لأن ده يعتبر بالنسبة لي أول مؤتمر للتطوير المهني في الوطن العربي، فكنت متخيل أن الموضوع يبقى سهل جداً، خصوصا ان كل المؤتمرات اللي بحضرها لازم بنتكلم انجليزي، سواء في امريكا او في الدول الاخرى دايما بنتكلم في انجليزي، وكنت ببقى قاعد ساعتها متوتر، يعني انا اتكلم وسط الخبره دي كلها وبالانجليزي و لا اخفي عليكم سرا، اكتشفت ان انا اطلع اتكلم وسط حضراتكم اكثر توترا من ان اقف اتكلم عن التطوير المهني في اي دوله تانية. فقررت ان انا مش هعمل برزنتيشن، لان انا بأتهم دايما وانا بتكلم عن التطوير المهني ان انا بقول كلام معقد، كلام تقيل، بس هو طبيعه العلم دايما كلامه تقيل، والكل يقول لي ايه لا كلمنا كده باللغه يعني انزل بقى من السقف بتاعك ولا من الروف بتاعك ولا كلمنا بالكلام اللي احنا بنفهمه. فقررت النهارده ان انا ابعد تماما عن الكلام التقيل، الكلام العلمي، واتكلم عن التطوير المهني بشكل عملي اللي بيمس حياتنا. فقبل ما اقول كلمتي حابب اقول حاجه مهمه. لو انا هقعد اشكر الناس اللي ساعدتني على ان انا اوصل واقف قدام حضراتكم هناخد اكتر من 3 ايام، ولو اشكر الناس اللي حاربت ان انا اقف قصاد حضراتكم هاخد اسابيع. هشكرهم لان هم زادونا كلنا اصرار على ان احنا نقف ونكمل رغم التحديات اللي ممكن تتخيلوا احنا مرينا بيها. ليه بكلم عن الحكايه ديت والتحديات تحديدا؟ لان عاده لما بنتكلم عن الناجحين بنتكلم عن لحظه نجاحهم، ما بنتكلمش عن سنين التحديات اللي مروا بيها عشان يوصلوا للنجاح. فبنشوف لحظه من حياتهم لحظه نجاحهم، ما بنشوفش هم مروا بايه، ما بنعرفش هم شافوا ايه. فكل اللي بيسمع قصه نجاح شخص او لحظه نجاح شخص بيعتقد دي حاجه حلوه قوي، انا ممكن ابقى زي ده، ويبقى سعيد وعنده حماس انه يخرج بره القاعه او الورشه او البرنامج، يعتقد ان زي ما ده وصل هو هيقدر يوصل في ساعات. والميديا بتساعدنا في الموضوع دوت، فيلم مدة ساعة ونص ولا ساعتين ولا كم حلقة تلفزيونية تعبر عن شقاء إنسان، وفجأة بقى في الحياة مرفعة، فيبقى في عندنا قناعة إن ممكن تطور الحياة للوصول إلى النجاح ده سهل، ده في فيلم ساعتين بقى أحسن واحد، ده في مسلسل بقى أغنى واحد، ده فلان الفلاني حقق أكبر شركة في العالم، ده أنا ممكن أبقى زيه. لكن لما بنتكلم عن تاريخ الناس دي وحياتها ونخش ونشوف هما شافوا إيه، يمكن ساعتها نعيد التفكير. نجاح كل اللي موجودين معانا هنا مش اللحظة اللي احنا موجودين فيها، كلهم مروا بتحديات كتيرة جدا عشان نقدر نحقق اللي احنا بنوصل لهم. هخش في الكلام عن التطوير المهني وهنشوف أبعاد أخرى للتطوير المهني، لأن كتير من يمارسون هذا المجال اكتزأوا فقط في التعامل مع عملية التوظيف، لأهمية التوظيف، لأهمية البحث عن الوظيفة، لأهمية الوصول إلى المهارات اللي تتوافق مع احتياج سوق العمل. كل ده حلو جدا جدا وأدعمه بقوة، بس ده في ظلم لمجال التطوير المهني. بعض اللي درسوا التطوير المهني وأنا واحد منهم وأعترف انبهروا بنظرية جون هولاند أول ما بدأت أدرس، الله ده أنا بقالي 35 سنة مش عارف أجاوب على سؤال، هو أنا ليه بحب أشتغل ده وما بحبش أشتغل ده؟ 35 سنة جون هولاند جاوبني عليها في قعدة.
وبدأت أمارس التطوير المهني على هذا الأساس. بعدين اكتشفت في نظريات تانية، في نظريات بتتعامل مع التطوير المهني بشكل أعمق في حياة الإنسان. في ناس في القاعة هنا حضروا برامج للتطوير المهني وحققوا إنجازات رائعة على مدار سنوات، وتيجي تسألهم أنت إيه يقول لك أنا لسه تايه، بس فهمي للمجال خلاني أعرف أدير حياتي وأمشي فيها بشكل صحيح. أنا هتكلم عن المفهوم ده بتطبيق عملي. في رحلتنا للوصول إلى أي نجاح لازم بيبقى فيه تضحيات، واسمحوا لي في اللحظة دي أخرج برا الإطار ولازم أقول لحضراتكم مين شركائي اللي ضحوا بحاجات كتير قوي. عشان أقدر أقف قدام حضراتكم، كنت أتمنى والدي يكون معايا رحمة الله عليه، والدتي ربنا يديها الصحة، لكن في شركاء تانيين ده أب وأم هم موجودين عشاننا، لكن في زوجة وأولاد دفعوا ثمن إن أنا ما أقدرش أقعد معاهم، وما أشوفهمش هم يكبروا عشان أقدر أكون موجود مع حضراتكم، فيسمحوا لي إن أنا أشكرهم. لأن الثمن صعب ومش أي حد بيقدر يدفعه. خلينا نخش إيه علاقة ده بالتطوير المهني. التطوير المهني مش بس إن أنا ألاقي الوظيفة، التطوير المهني أنا إزاي أعرف أدير حياة. الحياة هي عبارة إيه؟ الأسرة جزء من الوظيفة، جزء من وظيفتي في الحياة. لو فيها خلل ما ممكن يأثر عليا، لو عندي مشكلة في الوظيفة بتاعتي بتأثر على حياتي، لو مش عارف أبسط نفسي، لو مش عارف أسعد، مش هبقى عندي الطاقة اللي تساعدني على أن أكمل. في أطر موجودة في مجال التطوير المهني محدش قرب لها. في ناس اهتمت فقط بالشكل الخارجي للتطوير المهني، وأنا كنت واحد منهم، لأن هو ده المهم. الألم اللي بيمس كل الناس ظاهريا هي الوظيفة، بس الحقيقة مش الوظيفة، لأن مش بالضروري الوظيفة اللي أنا بشتغلها ديت هي اللي هكمل فيها عمري، ومش بالضروري أن الوظيفة اللي بشتغل فيها اللي أنا مستنيها هي الشغف اللي كل من هو أفلس علميا في فهمه لطبيعة الحياة والبشر وحب أنه هو يحسس الأشخاص اللي قاعدين قصاده أن الحياة سهلة وتحدثوا عن البحث عن الشغف من أجل حقيقي، من أجل إسعاد الحضور. فكل واحد يقول لك إيه، أنا تقلي دور على شغفك، أنا تقلي عشان تشتغل كويس وتنبسط دور على شغفك. بقت الناس قاعدة مستنية الشغف يجي لها وهي قاعدة في البيوت، تقول له أنت ما بتشتغلش ليه، يقول لك أنا بدور على وظيفة شغفي. وظيفة شغفك لا تأتي، وظيفة شغفك تصنع. الشغف اللي المفروض الناس يتبعوه لا يأتي وإحنا جالسين، الشغف فقط يصنع بتعب وبسنين هنمر فيها على وظائف مش الأفضل، هنمر بيها على تحديات مش الأفضل بالنسبة لنا، بس في الآخر هنقدر نصنع الشغف. فكون إن أنا أقف هنا وألعب بأحلام الناس عشان أقول لهم إن أنت مش مبسوط بوظيفتك أو مش لاقي الوظيفة، لا دور على شغفك، أنا بضحك عليهم. ودايماً بأتهم إن أنا ليه ما بخرجش الناس مبسوطين. أنا كمرشد مهني مش وظيفتي إن أنا أخرج الناس مبتسمة ولا سعيدة ولا بتسقف لي. أنا وظيفتي إن إحنا نحط مع بعض كشركاء في عملية إيدينا على الألم الحقيقي، على الواقع اللي إحنا بنعيشه، عشان نعرف ندير حياتنا. نظريات أهمل الحديث عنها لساني هانسن ونانسي، نظريات تانية بتتكلم عن جوانب أخرى في الحياة، وزي ما حضراتكم هتشوفوا التنوع الرائع جدا من الورش اللي هيتم تقديمها على مدار الأيام للمؤتمر، بتتعامل مع التعليم، بتتعامل مع المهارات، بتتعامل مع التكنولوجي، بتتعامل مع التحديات، بتتعامل مع الإعاقات. التنوع ده يمثل الهيئة والشكل الحقيقي للتطوير المهني. هو ليست وظيفة، هي مهمة،
هو ليس عمل أقوم به فقط من أجل المال، هي أمانة. لما إنسان بيتعب يجيله كحة ولا يجيله أي تعب ولا أي حاجة زي كده، هو ممكن يستسهل إنه ياخد أي دواء وخلاص، حتى لو مضطر يروح الدكتور يمكن ما بيبذلش وقت كتير عشان يختار الدكتور اللي هيروح له. لكن لو لا قدر الله إنسان تعب في المخ وحد قال له أنت محتاج تعمل عملية معينة، مش أول دكتور هيقول له الكلمة دي هيسكت، هيروح لدكتور واثنين وثلاثة ويسأل الدكتور ده عمل كام عملية قبل كده، كام سنة بيشتغل الشغلانة دي، لأن مخ الإنسان هو عصب وظائفه الحيوية بالكامل. التطوير المهني هو عصب إدارة حياة الإنسان بالكامل، لأنه منهج متكامل لحياة الإنسان. لو أنا ساعدتك أنك تاخد وظيفة النهاردة، وبنشوف المشاكل دي مع ناس كتير جدا، يقول لك أنا وصلت الوظيفة شوية ومديره يمشي، يا إما هو يسيب الوظيفة ويمشي. هو أنا كده ساعدتكم؟ هو كده قدمت لكم الحل؟ لا. المشكلة في اجتزاء مجال التطوير المهني، ظلم للمجال، ظلم للعميل اللي محتاج المجال، ظلم للمحترفين اللي يتم اتهامهم ان هم بتوع كلام. التطوير المهني مش مجرد كلام، ولو هو مجرد ادوات قياس بتتعمل عشان تطلع النتيجه واخد النتيجه يقول لك وظيفتك فين. انا شفت ناس يطلع نتيجه يقول لك الوظيفه الفلانيه. طب احنا عندنا في المجتمع العربي كمان في اختلافات في المهام الخاصه بالوظائف. يعني في مجتمعات الوظيفه ثابته الجوب ديسكريبشن بتاعها او المهام الوظيفيه بتاعتها في اي مكان، في مجتمعات لا، المسمى الوظيفي لا يدل عن المهام الوظيفيه. افرض المسمى الوظيفي يتفق مع التركيبه الشخصيه اللي بتطلع من نتيجه الادوات ورحت امارس الوظيفه ديت، ايه ده؟ لا، ده المرشد ضحك عليا، ده قال لي ان انا هلاقي شغفي في الوظيفه دي، ده ما طلعتش كده خالص. هنعمل ايه؟ وجودنا مع حضراتكم عشان نتحدث عن جوانب اهملت، يمكن عن عمد، يمكن عن جهل، يمكن عن الاحتياج السريع للنتيجة السريعة. الناس عنده ألم النهاردة، عنده احتياج النهاردة، عنده أسرة محتاجة مال النهاردة. هتقول له اقعد وابني نفسك وطور وحاجة كده، مش هيسمع لك، هيروح للأسهل اللي وظيفتك هنا اهو، بغض النظر بقى هي حلوة مش حلوة، هتمارسها مش هتمارسها، هتنبسط فيها مش هتنبسط فيها، وبعد كده يحصل لك بيرنينج اوت، احتراق وظيفي، وبعد كده يحصل لك مشاكل صحية، وبعد كده تدعي على المرشد اللي قال لك روح اشتغل الشغلانة ديت. احنا بما ان احنا بنتحدث عن مجال تاريخه في الوطن العربي لسه حديث، بالرغم انه بداية تنفيذه، واذكر ان اول ممارساتي ليه كانت 2002، اعتقدت ساعتها ان الخبرة تكفي مع بداية تنفيذي لبرامج خاصة بتأهيل الشباب. بعدين عرفت ان الخبرة لا تكفي، فبدأت أدرس من 2006 لحد ما خدت اعتمادي من NCDE 2008، وأدركت ان الخبرة مع العلم مهمين جدا جدا، بس فاضل حاجة كمان، دراسة واقع الحياة، دراسة المجتمع اللي بتشتغل فيه. أذكر مديري الراحل اللي أنا مدين له بكتير جدا، ريتشارد نادل، أول مرة يجي مصر سألني أنا لما هروح أسلم إزاي وأعمل إيه وأتعامل مع المجتمع إزاي احتراما للمجتمع. لكيشة لما جت بتجهز نفسها قالت لي كده بالحرف، أنا جبت حجاب. قد إيه جميل جدا جدا إنك تعرف إن الناس مهتمة بثقافتك، وإنه على علم باهتماماتك، لأن ما ينفع لي مش بالضرورة ينفع لغيري وأنا في نفس المجتمع، ما بالكوا لو أنا في مجتمع آخر. احترام الثقافات والتعامل مع التنوع والاختلافات واحدة من أهم معايير المحترفين في تقديم خدمات تطوير مهني. ما فيش حاجة اسمها خدمة ستاندرد، ما فيش اللي بعمله هنا هو اللي بعمله هنا هو اللي بعمله هنا، ما ينفعش. اللي ينفع هنا مش هينفع هنا. اتنين اخوات قاعدين في نفس البيت توأم، اللي اعمله مع ده مش هينفع مع ده. فقلت الخبرة والعلم ايا كان مين بيبتدي مع مين، بس النقطة التانية بقى فهم واقع الحياة، مجريات الامور، تغير الاسواق، احتياج البشر،
لأن كل إنسان له احتياجات مختلفة على الآخر، حتى لو خارجين من رحم واحد لهم احتياجات مختلفة. كتير من ممارسين التطوير المهني أجي أسأله، بتكلم على المجتمع بتاعنا، باجي أسأله أنت تعرف وأنت بتشتغل كذا كذا كذا، جي يسألوني إحنا المفروض نعمل كذا، أقول له آه طب ما إحنا ممكن عنده مشكلة في الديزاير اللي هي الرغبات، يقول لي إيه الديزاير دي؟ ما درسناهاش، ما فيش في المنهج حاجة اسمها ديزاير. أقول له الرغبات دي حاجة مهمة جدا. طب وإيه تاني؟ في حاجة اسمها احتياجات. في إيه تاني؟ في حاجة اسمها قيم. ولما حدش قال ان في اسسمنت او ادوات قياس بتخليني اعرف اطلع الاحتياجات، طب وايه الفرق ما بين الاحتياجات والقيم؟ شايفين الحاجات البسيطه دي هي اللي بتفرق في اداره الانسان لحياته. ممكن الاقي افضل وظيفه اتمناها، التفاعل بيني وبين زملائي ما يكونش على افضل حال بسبب ان احنا مختلفين على حاجه بسيطه جدا جدا اسمها نمط شخصيه او اسمها قيمه مهنيه او اسمه احتياج ما كانش موجود في الخطه، ما حدش قال لي عليه. الحاجات دي مهمة جدا 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 لأنها هي اللي بتظهر للعميل مدى قدرتك على استيعابك ليه، مدى قدرتك على فهمه هو شخصيا. أنا مش جاي أطبق كلمتين اتعلمتهم عليك، ولا جاي أطبق أداة. العلم مهم جدا والأدوات غاية في الأهمية، لكن كلمة بحبها جدا 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 من جون كرومبلز كان دايما بيقولها ودايما بفتتح بيها برامجي، بيقولها ما معناه بالعربي ان الناس لا تهتم بماذا تعرف قبل ان تعرف الى اي مدى انت تهتم بهم. People doesn't care how much you know until they know how much you care. بما ان احنا بنتعامل مع واحدة من اهم مجالات وجدت على وجه الارض، حياة الإنسان، فيجب أن يشعر كل إنسان إن هو بالنسبة لي مش عملة، مش رقم بحطه في آخر الشهر ولا في آخر السنة. أنا كلمت كام واحد، أنا قابلت كام واحد، التقرير بتاعي فيه كام ألف عميل. يمكن عميل واحد أقدر أخدمه بشكل صحيح يغير مجتمع بأكمله، ومليون واحد أتكلم معاهم يطلع يقول عليا ده بتاع كلام. موجودين في المؤتمر عشان نشوف أبعاد أخرى للتطوير المهني ونشوف جوانب يمكن ما سمعناش عنها قبل كده. فأنا شاكر لكل من تقدم بعرض إن هو يقدم ورشة متنوعة في مجالات متنوعة عشان الناس تدرك أن التطوير المهني ليست مجرد وظيفة، ليست مجرد رقم، ليست مجرد مسمى. التطوير المهني هي حياة إنسان، وبما ان الانسان هو اللبنه والركيزه الاساسيه لاي مجتمع في الدنيا، فالتطوير المهني هو اساس بنيان المجتمعات. علشان كده اسمحوا لي بكل فخر وشرف وسعاده اعلن رسميا عن بدايه اول مؤتمر للتطوير المهني في الوطن العربي. شكرا لحضراتكم.